تعال أخي تعال إلى رياض تنتشي أتراك. ده سرعة، أوكي؟ ده السرعة، ده الكرسي بتاع العربية، دي رجلك البنزين، لما شغالة في بطنه هي دي البنزين، هي دي الفرامل، أوكي؟ والدريكسيون في نفس الوقت. فالغلطة الشائعة عشان هو يعني كان بيبقى راكب مش حاسس بالأمان فبيمسك الطريق. فده كأنه واحد راكب العربية وماسك في الكرسي، لأن أنت خلاص مبقاش في كنترول، فأنت الدريكسيون بتاعك خلاص كده اتربط. أوكي؟ عشان نطلع إيد هنا بسرعة، وهنا وهنا، وحط رجلي الشمال هنا. جيس طبعًا. أه بالظبط. أوكي؟ أنا ماسك على الحصان من هنا لهنا بس. هو ده اللي ماسكني على الحصان. لا ولا مش اي حاجه تاني. والسمانه يعني. اوكي؟ من هنا لهنا. فانا كده الحصان عارف ان انا ما بعرفش ادي. انما كده الحصان حس بيا. حس برجليا ماسك برجليا عليه. كده الحصان عارف ان الراكب ده بيعرف يدي. حس انك ما بتعرفش تركب؟ لو انا سايب نفسي كده. لو ايدي مفتوحه. مش حكم. اه. لو كده انا ماسك عليه بالعضله الضمه هو كده خلاص حاسس ان الراكب ده بيعرف يركب. او كنترول. اه يعني انا مش هقعد بقى اهبل واتدلع. مش هقعد اتدلع. المفروض ان انا مشط رجلي بس في الركاب. يعني الركاب ده مشط رجلي بس. اوكي؟ كعب رجلي دايما لتحت عشان ده ما يطلعش لفوق لان لو انت راكب وماشي وده لفوق هيطلع كده. اوكي؟ عشان كده هتلاقي ادهم النهارده متعور هنا. او يعني محمر هنا. اوكي؟ عشان هو مش عامل كده. تمام؟ كده لتحت. اذا متعور ليه؟ عشان كان عامل ازاي؟ كان الركاب عامل كده دخل هنا. فعوره في الحته هو سمح له ان بالظبط. طبعا هو في لبس فروسيه طبعا للبروتكشن ده كله بس يعني هنجيبه ان شاء الله. في كده كده في هاف بوت وعليه تشيبس او بوت كامل من هنا لهنا على طول مره واحده. يعني حتى محترفين بيخبطوا الاخطاء دي. كان مجهز. اوكي؟ طيب عشان امشي ده البنزين فبشغل رجلي كده. اوكي؟ احنا في الاول هنمشي مسار عادي جدا، المسار اللي هي خطوه اللي هي بالراحه. طيب وانا ماشي مسار انا برضه ماسك رجلي عليه. طيب ايه تاني بيبين ان الراكب ده لسه ما بيعرفش يركب؟ هتلاقيه متشنف كده. لكن لا هو كده طلع كله كده خلاص. لا هي كده خطوه الاصل على الفلتر هو كده خطوه من فوق. هما لو فضلوا قاعدين كده ظهرهم هيوجعهم. المفروض ان هما يقوموا ويقعدوا مع الحصان. يبقى في مرونه لازم يكون في امان. طلعوا قاعدين كده ظهرهم هيوجعهم. لا عادي جدا. لو جينا هنا هو اللي ماسك الحصان.